صحيح، هذا بعد في الآونة الأخيرة تداول هذا النوع من المعاجين، بس أنا دائما أقول إن المعاجين دائما ما بتعطيك نتيجة كبيرة جدا، راح تعطيك نتيجة لأنكم ما تكون مرضية بالنسبة لك حتى. فدائما أفضل إن أي نوع من التبييض، أي نوع من تحسين شكل الأسنان يكون في العيادة أو من خلال القوالب اللي كمان نحن نسويها في العيادة من خلال ونعطيها للمريض، بحيث انه يستخدم ماده التبييض هذه في البيت. يعني تبييض من خلال معجون الاسنان لن يتم بالشكل اللي احنا نحلم فيه ونطمح فيه. نعم صحيح. لازم نيجي عندكم اكيد.